Start recording. Please click the power key to authorize. Please click the power key to authorize. Photo was saved. Photo was saved. Thank you.
I
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد
إذا ثبتت الفعل الماضي أفادت التحقيق والتأكيد في الوقوع الذي ليست كثير ولا غبار. فقال سبحانه قد أفلح المؤمنون، فذكر هذا الأمر للتحقيق وللتشهير وللنظر فيما بعد من هم، كأن سائلا يسأل ويقول من هم المؤمنون يا رب العالمين الذين أفلحوا وفازوا ونجوا. فذكر الله سبحانه وتعالى صفات المؤمنين بعد ذلك مباشرة. تدبر، اقرأ، انظر، تنعم، اسأل. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، في صلاتهم خاشعون. انظر إلى أحد صفة تبين بها أهل الإيمان. فمن ليس له صلاة لا يندرج في المؤمنين، لا يدخل في زمرة المؤمنين الذي لا يصلي. نعم، ولكن الذين هم في صلاتهم خاشعون، لأن الخشوع هو نطق الصلاة وروحها. الصلاة بلا الخشوع جسد بلا روح. نعم، لأن الفرض الذي فرضه الله سبحانه وتعالى عليه، ولكن لا روح فيها. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقال أحد يا شيخ أنا أصلي من سنين، أصلي ومع ذلك أرتكب المعاصي والذنوب، ما نهت من صلاتي عن الفحشاء والمنكر. يقال له صلاتك بلا روح، صلاتك بلا جسد بلا روح، صلاتك لا تحرك، لا تحرك به إيمانك. الإيمان موجود ولكن لا يتحرك، لأن الروح، لأن الروح مفقود. لذلك الصلاة بلا روح روتين يوم تصليها مع الناس او مع نفسه ويخرج ويدخل وانتهى الامر. اما الصلاة بالخشوع، الصلاة بالخشوع هي الصلاة الحقيقية التي تقبلها الله سبحانه وتعالى. يخرج احدنا من صلاته ولم يقبل من صلاته الا ربعها. لماذا؟ لان الربع هذا كان في خشوع، ثم سكت الخشوع فجأة. لازم يساور في الافكار في صلاته بالحساب ومسار ذلك والحاجات، لا فقد الخشوع ولم يقبل الى الربع الذي خشع فيها. ينصرف احد من صلاته ولم يقبل من صلاته الا نصفها. لماذا؟ هذا النصف هو الذي خشع فيه، ثم ساع بعد ذلك ثلثها ثلثيها، كما اخبر ثلثها ثلثيها. ويخرج الرجل من صلاته ولم يقبل من صلاته شيء، لم يقبل من صلاته منذ ان قال الله اكبر. ذهب في واد بعيد، ذهب الصياد في البحر وجمال في البر ومساعده في السفر والبقاله، وحدث ما خرج من احوال الناس. هذه احوال، احوال الناس هذا. نعم، ومنذ ان يصدق هو لا يدري ما قرا الامام، ولا يدري متى سيسلم الامام الى ان سمع. وان سمع في اخر الصلاه السلام عليكم ورحمه الله، سجل سمع وسلم. يخرج ولم يقبل من صلاته شيء، لا اعاده عليه. وقل فقهاء هذا لا يعيد الصلاه، فصلاته صحيحه ولكنها غير مقبوله. صحيحه وغير مقبوله؟ نعم، الصلاه صحيحه لكنها غير مقبوله. يقبل من صلاته ما خشع فيها. قد أفلح المؤمنون، ويخرج أحدنا من صلاته وقد قبلت صلاته كلها. يقول أحد السلف والله لو أعلم أن الله تقبل مني صلاة واحدة لكفاني ذلك. واطمأن قلبي واكتفيت لو قبلت مني صلاة، صلاة واحدة. نعم، ولذلك هذه الصلاة عظيمة جدا. تذكرها الله بأول صفات المؤمنين وختم بها، ختم بها الصفات. استمع إلى هذه الآيات الذي قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والذين هم صفات المؤمنين الذين قد أفلحوا، والذين هم بعد قد في صلاة خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون. لا يجلس في مجلس فيه غيبة وفيه نميمة وفيه حش على فلان وعلان وفلان وعلانة. لا يجلس في مجلس وفيه غلط وفيه نبط وفيه كلام لا فائدة فيه. لا يجلس في مجلس أبدا، ولا يأخذ المجالس التي يرتاد فيها الناس.
تنتهك أعوانهم وتؤكل لحومهم فهم على النبو مؤمنون عن كل له وعن كل له يلهيه عن ذكر الله سبحانه وتعالى ومؤمن نعم والذين هم عن الله معرضين لا يدخل إلا مدارس الخير هناك مدارس لا يغتر فيها الناس ولا يمكن فيها الناس بسوق بل صاحب المجلس هو أمير مجلسه هو حاكم مجلسه إذا سمع كلام يمين يسار في ذكر فلان في ذكر علان والانقطاع بين الناس ولا فلان بل تبكير أنا ما نؤمن هذا الكلام فيقتل المدارس التي ما فيها الغلط واللغو والغلط والذين هم الله سبحانه يعدد في هذا السباق بعد ان تكون صلاتهم خاشعين على اللغو المغرمين والذين هم من الزكاة فاعلون اعظم الزكاة ان تزكي نفسك اعظم الزكاة ان تزكي نفسك قد افلح من زكاها وقد خاب من زكاها بعد المعاصي والذنوب وزكاها وطهرها بطاعة رب العالمين سبحانه وتعالى نعم للصلاة وللزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين وهذا كله بالأخلاق في الحياة الأسرية في الحياة الزوجية في الحياة الاجتماعية هذه صفات المؤمنين ثم والذين هم الله يعد هذا الصفات في سورة المعراج في سورة المؤمنون وفي سورة سورة كائن مجموعها يذكر الله هذه الصفات صفات المؤمنين والذين هم لفروجهم حافظون فنعم فيها حافظون إلا على أزواجهم إلا على زوجته إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم بينهم غير ملومين لا يلومك الله سبحانه وتعالى فيما بينك وبين أهلك فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون الذين يعتدل فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون ثم يحسن الصفات والذين هم على صلواتهم يحافظون على صلواتهم يقول أهل التفسير على صلواتهم يحافظون على شروطها وعلى أركانها على واجباتها يحافظون على سننها فكان لنا درس في مسجدنا عن الصلاة عن أركان الصلاة وسنن الصلاة وذكرنا أشياء والله إن بعض الناس ذهل قال والله يا شيخ ما كنا ندري هذه السنن المذكورة في الصلاة ما كنا ندري في هذه السنن في الصلاة لأنه يصلي صلاة عادية ويسأل ولا يعرف ولا فهذا الأمور يحتاج أن ينصب عليه الناس يسأل هو شيء عن الأهميات اسأل عن صلاتك على صلواتهم يحافظون وقال في سورة أخرى جاء على صلاتهم نائمون يبين على صلاته لكن انظر إلى النتيجة الثانية النتيجة الأولى هو الفلاح والفوز وهذه في الدنيا وفي الآخرة النتيجة الكبرى هذه النتيجة لكن هناك نتيجة أكبر منها وأعظم أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون هذا على صفات المؤمنين هم الوارثون الارث انسان يحب الارث ويحب الميراث ولكن اعظم الميراث ان ترث ما اورثه رب العالمين سبحانه وتعالى من جنه الفردوس يقول صلى الله عليه وسلم اذا سالتم الله الجنه فاسالوه الفردوس الاعلى فإن تحتها عرش الرحمن ومنها تفجر أنهار الجنان أنهار الجنان كلها تفجر من الفردوس الأعلى أعلى الجنة نعم وأرفع وأعلى جنة فجنة جنة من ذهب وجنة من فضة ولكن هذه الجنة من حوت حوت كل شيء يعلمها الرسول الجنة العالية عند الجنة حتى في طلب الجنة أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون حافظ على صلاتك أتدري لم تنال لقب المؤمنين في هذه السورة إلا بالصلاة إلا بالصلاة 50 صلاة يا شيخ 50 صلاة يخففها رب العالمين حتى تصل إلى 5 صلوات في يوم الليلة 5 صلوات
كيف يكون حالك إذا استمرت 50 صلاة مع أنها 50 بالأداء وخمسين في الميزان تكتب لك 50 صلاة وأنت تصلي 5 صلوات؟ كيف حال الذي يصلي إلى يوم الجمعة؟ كل أيام الأسبوع مشغول، إما في البيت وإما في الدار وإما في البر وإما في المسجد وإما لا يصلي، يسمع النداء ولا يصلي، لأن جاء يوم الجمعة مصلي. وإن إما في آخر الصف وإما ينتظر حتى البيت حتى يقوم الإمام الصلاة، ثم بعد ذلك يصلي من الأسبوع إلى الأسبوع من الأسبوع. نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من الجمعة إلى الجمعة، وهو قد يحتج بهذا، من الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما، كفارة لمهلها، كفارة لكبائر الذنوب، ليس لكبائر الذنوب، لكبائر الذنوب تذكرها صلاة الجمعة. أين تربت من نسار لفارق أحد من سعير بالأخطاء البسيطة الذي لا تكون إلى أحد من الكبائر، ذنوب الكبائر والآثام، فهذا تذكرها صلاة الجمعة من الأسبوع إلى الأسبوع. لكن هل تكفر صلاة الجمعة ترك الصلاة أسبوعا كاملا؟ يقول لا تكفرها أبدا. عند الإمام الشافعي أن إن تركها متكاسلا، إن تركها متكاسلا ويصلي أحيانا ويترك أحيانا فهو على خطر عظيم، ولكن مرتكب كبيرة من أكبر الكبائر. نعم، عند الأئمة الجمهور من العلماء أن تارك الصلاة كافر ليس بمؤمن، لا يدخل في زمرة الأجنحة المؤمنون أبدا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، الصلاة، فمن تركها فقد كفر. انظر، فقد جاءت كلمة فقد قبل الفعل الماضي لتفيد التأكيد على هذا الأمر، قال فقد كفر، فكفر مؤمن وقد سلبتها، فأفادت أنه لا صلة له بالمؤمنين، لا صلة له بالمؤمنين إن كان تاركا للصلاة. يأتي الصلاة طهورا، إن كنت مذنب عليك معاصي لا يكرم الإنسان من هذا الأمر، لا تترك الصلاة بحجة أنك ارتكبت ذنوب ومعاصي. هذا الشيطان يوسوس لك أنك وضع صبر من الصلاة، أنت ما تركت كلمة ولدك، أنت أكلت حرام وضبط أمرك ومنتجت حرام وما تركت كل مدن وكان لك حد فيه في المحرمات، ولا صبر في الذنوب والخمور إلا ولد، وضع صبر من الصلاة. هذا الشيطان يأتيك بهذا الكلام حتى يبعدك عن رب العالمين، قل له خسرت وكذبت، تريد أن تبقى، تريد أن تبقى الحل الحرب الذي بيني وبين الله. يقال ان رجل كان قاطع طريق ما ترك احد الا وقطع طريقه، اما قتله او احد او اخذ ماله. يوم من الايام جابوه الناس يصلي، قالوا يا مجرم وتصلي، انت قاطع طريق تاكل حرام وكذلك تصلي. قال: اتريدون أن أقطع الحبل الذي بقي بيني وبين الله؟ بقي بيني وبين الله حبل وهو الصلاة والصلة بالله سبحانه وتعالى، أتريدون لي أن أقطعها؟ لا تقطع هذا الحبل أبدا، لأن هذا الحبل انقطع فهي في أبعد الهاوية والعياذ بالله. أنت نفسك في هذا الحبل لحبل الصلاة وحاول بقدر الاستطاعة. يقول عليه الصلاة والسلام: لو أن نهرا بباب احدكم يغتسل منه 5 مرات في اليوم والليله، ايبقى من برره شيء من عرق الوسط، شيء من عرق، شيء من الرائحه النتنه، يغتسل يسبح 5 مرات، 5 مرات يسبح في اليوم والليله. فقالوا: لا يبقى من برره شيء يا رسول الله. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس، الصلوات الخمس تهور يطهرك الله سبحانه وتعالى بها. واعلم انك اول ما ستسال عنه صلاتك واول ما ستحاسب عنه صلاتك، حيث لا ينفعك الندم. اللهم اجعلنا من المؤمنين المصلين الخاشعين المقبولين، وسددنا على الصلاه يا رب العالمين حتى نلقاك وان ترى منا يا ارحم الراحمين. استغفروه عباد الله، انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة
والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، اعلم وفقك الله يا عبد الله أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. غي والعياذ بالله واد في جهنم، واد في النار اسمه غي، اسمه غي. واد آخر ذكره الله سبحانه فقال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون أو مفكرون. وويل أويل هذا اسم لواد في جهنم تستعيد جهنم من حره 70 مرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. واد في جهنم لمن؟ للمصلين. يا الله، حتى المصلي وهو يصلي يتوعده الله ويتهدده الله، نعم يتوعده ويتهدده، فكيف بمن لا يصلي؟ خلاص هذا الذي لا يصلي لا يحتاج الى تهديد ولا يحتاج الى علم ولا يحتاج الى ذكر، لان هذه صاله القلب المظلمه، صاله الناس خلاص مغضوب عليه حتى يرجع الى الله سبحانه وتعالى. لكن المصلي انت اذا احببت احد اولادك، اذا احببته نصحته وزجرته وهددته حتى يستقيم اكثر واكثر، اما الذي شطرت عليه لا تبالي، لا تبالي به داعي واد السحر وقع فيه. والله سبحانه وتعالى رفقا بعباده يقول: فويل للمصلين، وانتبهوا يا عبادي، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. يقول احد السلف: الحمد لله الذي قال الذين هم عن صلاتهم ساهون، ولم يقل الذين هم في صلاتهم ساهون. لو قال الذين هم في صلاتهم ساهون نحن كلنا فيها، لماذا؟ في احد منهم ما يكون في الصلاه؟ من الذي لا يكون في الصلاه؟ اكثر الناس من الناس تدعو في الصلاه وتجبرها تلتزم السهو، ولكن رحمه الله الذين هم عن صلاتهم ساهون، ولم يقل في صلاتهم ساهون. فعن صلاتهم ساهون يرقبها حتى إذا أوسكت الشمس أو الغروب نقرها كنبر الغراب، ولا يذكر الله إلا قليلا، يتهاون يسمع النداء حتى يكاد الوقت أن يذهب ثم يصليها بسرعة من غير أن نعم. فهذه مصيبة كذلك. فالذين هم عن صلاتهم ساهون، فهذا حالهم وهذا مآلهم وهذا ما أعده الله سبحانه وتعالى لهم، وهم مصلين حتى يتنبهوا لمثل هذا الأمر فيحافظ على الصلاة في وقتها. يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ فقال حبيبنا وقرة أعيننا ونور أبصارنا ونبضات قلوبنا وتسألنا يوم القيامة صلى الله عليه وسلم: الصلاة على وقتها، الصلاة على وقتها أحب الأعمال إلى الله عز وجل، الصلاة على وقتها. اللهم اجعلنا من أهلها، اللهم اجعلنا من أهلها، اللهم واغفر لنا بها يا رب العالمين، وثبتنا عليها يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا أجود الأجودين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلى إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا طالبا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك الرضا ولو بها خير إلا أعطيته برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا عباد الله، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم يا الله من حمده
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
I'm going to go to the hospital.
ما دي كبره بتشتريها من مالك الدوره بس دوره الدوره تشتري ها لا بس خدوا بقى الله يخليك سلمنا عبد الهاد. انت مش عندك رقم مش ضيف على لا والله اللي عندي رقمك مش عندي باين او مش مضيف مش عارف استنى كده شوف 6 استنى حبيبي يمكن عندي بس منك انت ما بتبعتش بقى وبنبعت لبعض عشان كده عشان انت ما بتبعتش مثلا ولا حاجه طيب كم يا محمد 6 4 8 6 5 9 4 لا مش مسجل عندي مسجل استنى كده بنشوف رايك هل تريد بفضل استنى بتاع مقفولة عشان كنت بسجل الشيخ ما كنت مسجل مع الشيخ كنت مسجل له لا مش تصوير صوت بس انت عارف ما عادش حد ممنوع لل تجيب كاميرا انت مش كنت بسجل بس الشبكة بس واقفة مش مشكلة خلاص راح اتصل عليه راح اتصل عليه اه 50 40 207 2007 ماشي اوصلكم يا ها فرصة حبيبي الله يخليك تعالوا اوصلكم والله ربنا يقبل منكم ربنا يقبل منكم والله ربنا يصلح حالكم ومنكم يا حبايبي السلام عليكم
هديهة النبي المبجل المبعوث رحمة للعالمين، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم من البدع والضلال والنار. ثم أما بعد، أيها المسلمون الكرام، يقول الله سبحانه وتعالى في مطلع سورة المؤمنون: